السلام عليكم. توفي صباح اليوم الأحد 3 أشخاص في حادث مرور مروع بولاية تيارة. أفاد بيان مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد أن الوحدة الثانوية لدائرة عين كرمس تدخلت صبيحة هذا اليوم على الساعة 6:10 على مستوى الطريق الوطني رقم 90 وتحديدا بمنطقة المكمن بلدية الشحيم من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة وشاحنة. وأوضح ذات البيان أن الحادث خلف وفاة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 78 سنة وإصابة فتيين آخرين تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنة، حيث تم إسعافهما ونقل المتوفيين إلى العيادة متعددة الخدمات بوحوس محمد ببلدية مدريسة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون.